وما تهيأت الركبان واجتهدت وبادرت في صراعها أوصرت وغدت أو ما حدات على سير الجمال حدت. سبحان الله وصدق حين قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الجمال بتبهرك وهي بتمشي، وتبهرك وهي بترد المية، وتبهرك وهي بتبرك، وبرغم قوتها وضخامتها لكنها كانت من أسهل وأقدم الحيوانات اللي استأنسها الإنسان، ولقدرتها العجيبة على الحياة في الصحراء والجبال والتكيف مع الحر الشديد وندرة المية، بقت هي الرفيق للبدوي في شبه الجزيرة العربية والصاحب لأهالي جنوب مصر في العمل والسفر والترحال، وفي الترحال يحلى الغنى مع حادي الجمال. وما تهيأت الركبان واجتهدت وبادرت في صراها أوصرت وغدت أو ما حدات على سير الجمال حدت أو ما أما مكة تزون سك وما نشدت بشرى فقد أنجز إغبال ما وعد. كل قافلة قديما بيبقى فيها حادي واثنين وثلاثة. القافلة بتسافر سند، هند، أيا كانت ترحال لأي بلد، كان بيتم وجود الحادي على حسب المسافة، تحتاج حادي أو اثنين أو ثلاثة، لأنه الحادي هو الملهم الوحيد للقافلة بالصبر على السفر. لكن هو مرتبط الحد بالقبائل العربية بس كده. وهو أساسا فن أساسا في الجزيرة. أيوة أكيد، بس لا وفن تاريخي قديم. لا مش في الجزيرة بس، في والعراق والشام عشان نبقى الثلاثة مرتبطين. ما هو هم دول برضو عندهم حادي. أي طبعا، رحلات القوافل ورحلة الصيف والشتاء والرحلات القديمة التاريخية، دمشق وبابل ما ننساهمش، يعني انهم ارتباط جزيرة برضو، لانه ما كانوا بياخدوا من بابل ايه وبيودوا لها ايه. مواصفات الحادي ده انه لازم يبقى شاعر مثلا، لازم يبقى مستشف المجموعه اللي معاه بتحب ايه. مواصفات زي المغني، ملهم. بالضبط، ملهم وملهم الاثنين، ملهم وملهم. الناس دي عايزه صبر في الترحال. شهر وشهرين، انت بتتكلم في 4 شهور رحله الشتاء والصيف وما اشبه، يعني هيجيبوا لها ايه. فهو بس هو اللي اعرفه انه كان بيبقى لازم صوته يبقى عالي عشان جهور. لازم. واظن احنا سمعنا ناظم الغزالي مثلا قال: يا حادي العيس بالانجيل تخبرني عن البدور اللواتي ها هنا نزلوا، جئت تسالني عن البدور اللواتي كانوا هنا بالامس واليوم قد رحلوا. لما بلغنا المنى من حجة وجبت تكامل السعد والأحزان قد ذهبت وسرت النفس بالأفراح وانطربت حتى الرياح أتت طوعا لما طلبت سفن النجاة فصارت عدة مددا لما رجعنا ووفى الكل موعده.
هو في رحلات لحد دلوقتي مثلا في أسوان ليه علاقة بالجمال؟ فيها. بتروح فين؟ السفاري في الجبل. آه. وفيه اللي هم بتوع المراعي. وفيه معلومة يمكن لناس كثيرة ما يعرفوش إنه جامع المسك بيبقى على جمل. وفي كمان رحلات بتاعت الجمال، التجارة اللي هي بين مصر والسودان. التجارة بين مصر والسودان وأثيوبيا برضه. وعندنا في أسوان هنا سوق دراو. سوق دراو منتشر، يعتبر هو المهبط الوحيد أو الدولي للجمال. هل الحدي ما زال مستمر؟ موجود هنا. آه. موجود هنا. هو 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 الحدي مرتبط بالبساطة بصراحة. لأن البساطة بتخليك حر. بيمتلك إيه الحادي عن غيره؟ إنه ممكن يقعد في أي مكان. مش مرتبط بأي تلميع، فعنده صفاء نفسي كامل. هو بيقول شعر؟ لا، بس بالحادي يختلف. ما هو شعر مغنى في كل الحالات، ولكن الحادي يختلف على الطرب. الحادي والموال والنميم اللي هم ما فهمش الآلة. آه يا حبيبي يا سيدنا النبي، وناظم الأصل في أثناء رجعته، أبدى لنا درة من فيض فكرته، وقال لما انتهى في قصيدته: ثم الصلاة على الهادي وشيعته. ايه الموضوعات اللي بيقولها الحادي في الرحلة؟ اول حاجة انينهم على فراقهم لاوطانهم. لو انا طالع من وطني بتبقى انيني اشد، لو انا راجع لوطني بيبقى الفرحة اكتر. تمام. واحد مفارق هيروح الحج مثلا، فسايب بيته ووطنه وحيهاجر، هيروح لبيت الله الحرام للحج، هيقول ايه؟ بيقول مثلا: تفارق النفس مأواها ومسكنها شوقا لأرضا أعز الله موطنها، فاشكر لمن قال فيها حيث عاينها، أنعم بها هجرة ما كان أحسنها، فيها العناية حقا والجمال بدا. وهو راجع لما بلغنا المنى من حجة وجبت، تكامل السعد والأحزان قد ذهبت، وصرت النفس بالأفراح وانطربت، حتى الرياح أتت طوعا لما طلبت، سفن النجاة فصارت عدة مددا. لما رجعنا ووفى الكل موعده من موسم عظم الرحمن مشهده، واستسهل الحال حتى عاد موعده، فاز الجميع وكل نال مقصده، تم السرور وأضحى عيشنا رغدا. فأظن هو مفارق بمشاعر وهو راجع بمشاعر تانية. يتكلم عن الحب، عن حبيبته. ده ملعب يعتبر له 70% من الحد. الحب مطلق، الحب للحب نفسه. لما لا ترقي والمدامع كالمطر، والجسم أضحى من جفاك يفي ضجر، لا تمنعي عني المعالج إذ حضر، وصفيه سقمي لأن حبي بلا كدر، فلعله يصف العلاج في موضعي. بيفرق حادي القبيلة عن حادي قبيلة تانية؟ طبعا. بيفرق في إيه بقى؟ بيفرق في إنه تاريخ القبيلة دي إيه؟ ماضيها إيه؟ إيه المشرف منها؟ عشان هو يقول عليه. مثلا يعني في واحد قال: قومي سلاطين الحجاز بأسرها دانت لهم كل الجيوش رقابة، يا رب خلد ملكهم لدى الورى واصلح زوات البين والأحباب. شيخ جابر حبابك. الحمد لله. كله كويس؟ الله يخليك. قول لي بقى اللي انت بتقوله ده بتقوله فين؟ في اي مكان.
في أي مكان، ممكن في 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 مجلس ذكر قاعدة كده ممكن، أو في حضرة، أو مع أو مع نفسي. اتنقل من فكرة الجمال والسفر إلى الحضرات والذكر. صح كده؟ أيوه بالظبط، توارث. لو أنت هتبتدي مجلس في الحدي في الذكر، هترتب إزاي؟ طبعا بتبدأ هي القصيدة بتكون مرتبة أصلا هي يعني، إنما الأداء نفسه الأداء اللي مؤدي ده لازم إيه يختار يعني، أول حاجة يكون هادي كده ويقول بالراحة في الأول مثلا حسب النهج يعني. بتعلموا حد جديد بقى المسألة دي؟ فيه بتعلم يعني، في شباب أيوة صغير المحب أو الغاوي اللي عاوز برضه مستعد بيتعلم. فهذه رحلة للقلب شافية في المودات والأوقات صافية، ومثلها أربع يا صاح وافية، أمن وخصب وتيسير وعافية، لا هم فيها يرى أصلا ولا نكدا، لما بلغنا المنى من حجة وجبات. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله مذهبنا وإليه إياب، وعنده عملنا حاضر والنفوس في غياب. الحاج رمضان عزمني على جلسة جر نميم، وده فن قديم بيتمارس في أسوان من مئات السنين، شعر شعبي عربي بيعتمد على الارتجال والتنافس بين شاعرين، كل واحد منهم بيعبر عن خواطره والتاني يرد، واللي يقف الأول هو الخسران والمستمعين هم الحكم. الفن ده ابتدعته القبائل العربية في جنوب مصر، مارسته الجعفرة والعجيلات والعببدة البشرية والأنصار وغيرهم، كانوا بيمارسوه في مناسبات الزفاف وليالي الحنة والاحتفالات بالمواليد الجدد. ابتدى الفن ده في الأول من غير موسيقى، ومؤخرا أضافوا له العود عشان القعدة تحلى والمنافسة تستمر. وليل يا ليل وليل يا ليل لنا الليل يا ليل وليل يا ليلة، وليل أصحاب الرسول أول خلايق صلوا والوصل الرسول، يا سامعين مين يوصلوا، وأمانة يا سامعين وأمانة يا سامعين على النبي ما صلوا، صلوا على الرسول صلاتكم توصلوا. وليل يا ليل ليل لنا الليل والله ليل يا ليلة، صلاة الله عليها اللي البكا رحناله، صناديد من قريش لها الرؤوس حناله، وخديجة بتقول أيوة خديجة بتقول لما جانا النبي فرحنا له، راض بشريعة جانا ورحنا له. وفن من أربع شطرات تمام، وبيحتوي على موضوع قالوا عليه فن الدوبيت،
وقالوا عليه الحردل وقالوا النمين. الحردل دي ده الفاظ سودانية. يعني لو جيت تفسر الدو بيت الدو اثنين بيتين شعراء يفتح يبتدي بقى يفتح الموضوع ويحكي ويختمه في البيتين دول. قول لي جايه منين اصلا كلمه النميم؟ هل هي جايه من النم ولا جايه من المنمنمات والله ولا جايه منين؟ يعني حسب ما وصلنا برضو والله اعلم انه دايما في بدايه الغناء النمام يقول ليلى فكان يعمل كده لانه برضو ارتجاله صعب هو مش هيرتجل لك في دقيقه بيفكر لازم ياخد مساحه لازم ينقح كلامه وكده فلازم دي بتدي له مساحه انه يفكر بالظبط ترتيب مواقف ده ترتيب قوافل ترتيب مواقف لكن الفن ده موجود فين بقى غير في اسوان يعني هو انا اعرف انه مثلا موجود في البحر الاحمر هل موجود في البحر الاحمر السودان في السودان في السودان وفن السوداني كتير فن سوداني فن سوداني لا هو مش سوداني يعني بس هو اتروج في السودان اكتر من هنا بس شعراء هنا ككلمتهم اقوى من السودان قدير حول مسار الجيش عشان النملة وحفظ الفتية في الكهف وورقة العملة واركان ديننا بخاتم الرسل مكتملة ويلخص لنا مفتاح الجنان في جملة جملة صريحة سطرها الملك في علاه فوق عرش السمانية يوم إذن حملاه بالأنوار كتب لا إله إلا الله وختم وقرنها بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليل سبحان من دعاه زكريا للإنجاب وهب له يحيى ومن بعد الأمل ما جاب وظنون ابن متى وظنون ابن متى دعاه في البحور لأجاب وحفظ ابن يعقوب في غياب تجاب وطاها إذا مدح صبت دموع جرية وانجل هم ليل نور طلعة الفجرية طاها طاها إذا مدح صبت دموع جرية وانجل هم ليل نور طلعة الفجرية صاحب الهجرة يوم صاحب الإسرة يوم قسيت قلوب حجرية وصاحب الهجرة في رأس السنة الهجرية مين اللي بيسمع الجلسات بتاعتكم؟ أهله أهل النميم أهل ليه أهل؟ طبعاً ليه ناس قويين؟ جداً جداً في ناس ما تستمعش غير النميم يعني في بلد الناس حسن المالكي أفراحهم ما فيش كف وبعد كده دراو في السابق بقى كان فنها الأول النميم النميم ليه ترتيب يعني جلسة النميم دي لها مرتبة ليها ترتيب الصلاة على النبي وبعدين مدح في الذات الإلهية وبعدين برد السلام السلام على اللي قاعدين وبعد كده الحكمة الحكمة دي من الموضوع اللي أنا هقوله في اللي اخترت أتكلم عنه في النميم وبعد كده عاد غزل زي ما هو بقى يختار مع الموضوع تاني بقى ما عرفش ليه يعني جاني حكاية جر النميم دي كأنها جر الشكل لا يعني اللي هو أنا إيه بجيب جر شكل اللي قدامي المنافس اللي قدامي بديله بيت لا واخد بالك وهو مطالب إنه يقول من نفس البحر بنفس القافية في نفس الموضوع نعم مش كده؟ ففي تحديات في هجوم يعني ممكن نهاجم بعض أحيانا بيحصل النمامين مختلفين يعني وعلى سبيل المثال كان في فرح صلاح العمدة كنا عاملين جلسة نميم فحصل اختلاف بين المرحوم أبو درويش وحسن عبد الرحمن كده بدأ هجاء بقى ف
ففي هجاء وفي مدح وفي وصل وفي غزل وفيها وفيها غنوة اسمها الغنوة اليتيمة. اليتيم اللي هو الغناية الثاني مثلا ما يقدرش خلاص هو عند هنا ووقف مثلا ما يعني يصعبها على الغناية الثاني مثلا ما ينفعش يتكلم وراه يوقفه على طول ما يعرفش يغني بعديها مثلا كده. جبت انت غنوة يتيمة قبل كده في جلسة نميم؟ لا انا ما جبتش فيها. اقول لك بقى غنوة يعني فيها في غنوة للشاعر حسن عبد الرحمن زي كده. الشاعر حسن عبد الرحمن ده من اشهر ناس كتبوا نميم او قالوا نميم. الف النميم برضه هو الوحيد اللي لسه معاصرنا لحد دلوقتي زي كده. فبقول في بحر المعايش قدف الناس عامه سبحان الكريم العاطي في انعامه رازق المبصرين سبحانه واللي تعامه والشاق الخشم غدير على اطعامه. الله 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 سبحانه. فهي غنوة يتيمة فهو اللي شاق خشم أي شيء قدير على إطعامه. ليه دايماً بسمع حد جنبك عنده حبابك أبشر؟ دي بقى لغة التشجيع يعني أنت قلت كويس أنت أبشر. تمام أنت تمام كده. طب ولو حب يقول له أنت مش كويس مش هيقول له أبشر مش هيسكت اسكت خالص ما عندوش كلام لا ما فيش حاجه خلاص وليل يا ليل وليل يا ليل انا والله ليل يا ليل سلام وليل شفت التين طرح الغلاب الجنة يا ابشر يا عبده شفت التين طرح الغلاب الجنة يا قالت يا صلاح الوصفين وانظر إلى وجنايا. هل الشاعر لازم يبقى دارس ولا ممكن يبقى راجل فطري عادي؟ أبو حسن كان بيكسر حجر أيوه أبو حسن وفنان وشاعر الطبيعة ما توحيش بشاعر لكن شاعر. الطبيعة قصدك الشكل انت لا يعني طبيعة حياته طبيعة عمله انت راجل شغال في الصخر بتكسر صخر ده بالعكس ده ما ده يوحي بشاعر لشاعر لا على حسب يعني على حسب صغرك على الشاعر والفنان برضه. انتوا شخصيا بترتجلوا ولا بتكرروا القديم؟ لا احنا مش نمامين انتوا بتنقلوا الفن ده احنا القديم. بنوصل جسر وجسر بس اللي حصل من اللي اتقال للاجيال الجديده من ضمن يعني كان من شعرائنا المعاصرين برضو عليه رحمه الله زين العابدين عبد الرحمن وحسن يعني ديل يعتبروا الاقطاب. ولما كان موجود زين وحسن كنا بنستفاد كانت الاقطاب تضرب في بعض واحنا المتلقين يعني كان زمان الفن ده بدون عود العود يعني حديث الضافه بالوقت الضافه دلوقتي امتى تضاف العود؟ العود تضاف في الالفينات دلوقتي العود في الزمن القريب. النميم والكف الحاجات مشتركه ما بينهم كتير يعني التنافس الكفاف والفنان النمام والنمام هم يعتبروا الكف والنميم اخوان نازلين من بطن لو تعتبر يعني هم جنب بعض ولذلك احنا فن الكف بننقل للنميم بتاخد نميم وتوديه كف ما انت تاخد مربع مثلا بس يبدا بيه الكفاف مثلا يدخل بيه على الفنان لا امال ايه هو نزل الخانه بتاعته تمام فلنفترض الخانه دي على الحزن انا بختار ما يناسبها هناك في النميم حزن وليل بهديكم سلام عليه حسب القدره والامكان بهديكم سلام عليه حسب القدرة والإمكان عدد ما الكون يسبح متصل ما كن وعدد كل زول في كل زمان ومكان وعدد ما يكون كمان عدد ما كان وما تأخرنا عن أصحاب البرنامج لما دعونا
شوفتهم سند وقت الشدا يدعونا. أنا بهدي سلامي لناس باشتياق سمعونا، والعلى مصر بتغني بيتابعونا.